اهلا بحضراتكم من جديد. نروح بقى لقطاع النشئين بالنادي الاهلي، واول فريق معانا فريق الشباب، فريق 2001 اللي فاز على انبي في ملاعب النشئين من مدينه نصر بثلاثيه. انتهت المباراه 3-1. نشوف مع بعض نتائج مباريات 2001 الاسبوع الثالث من عمر المسابقه. طبعا النادي الاهلي فاز في المباراه الاولى امام الشباب الدخان، المباراه الثانيه امام غزل المحله، والمباراه الثالثه امام انبي. الاهلي فاز على انبي 3-1، الاتحاد فوز 1-0 على المقاولين العرب، فاركو فوز 1-0 على الاسماعيلي، تعادل السلبي سموحه والزمالك، وفوز طلائع الجيش 2-1 على المصري، وفوز المقصه 1-0 على الجونه، والتعادل الايجابي سيراميكا مع الشرقيه الدخان 1-1، وفوز بيراميدز 3-1 على غزل المحله، وفوز البنك الاهلي 2-1 على كوكا كولا. دي كانت نتائج مباريات 2001. نروح نشوف مع بعض بقى اهداف 2001. النادي الاهلي فاز على انبي في ملاعب الناشئين 3-1. نشوف مع بعض الاهداف. أحرز أهداف النادي الأهلي في هذه المباراة محمد رضا وأحمد أشرف وأيضا كمان محمد فخري.